طب انا قد ايه مبسوط اليوم؟ شوف انا قد ايه مبسوطه معايده، يعني مش مصدق انه عم شوفك وانا وانت سوا على الهوا. يعني اصلا اشتقت لك قد الدنيا. انا كمان كتير عم شوفك كتير، بس عم شوفك على الشاشات وعم شوفك اسم الله عليك everywhere، يعني اعلام، سينما، مسرح، دراما، يعني كله نجمتي فيه وكله قدرتي تعطي من قلبك قد ما بتحبي شغلك، وما بتشبهي حالك ولا مطرح. هيدي الحلو، لا بالشكل ولا بالأداء ولا بشيء ولا بقسماتي. شو هل ربنا وهبك إيه وعطاك إيه أو أنت اللي اشتغلت عليه؟ بركي مزيج ما بعرف. إنه الحمد لله ما بعرف إنه إيش حلو. مرسي جوزيف أول شيء إنه على الكلام الحلو، وكتير اشتقت لك، والناس بتعرف كمان قديش نحن أصدقاء وفي هيدا المحبة، فكيف نحن هلأ مع بعض. أنا كتير مبسوطة. موهبة يمكن ايه، اكيد لازم يكون في موهبة، بس الواحد اكيد بيشتغل عليها او بيخدها بمحمل جد. نعم. و لا يظهرها مزبوط وتبقى مستمرة. اشتقتي لاستوديو الصباحي؟ انه اذا بقول لك لا اكيد كون عم كذب عليك. ايه قدمتي لسنوات ايه على بس الصباح. شفتك وطلعنا وهيك هيك عرفت انه بالقلب هيك. حتى نحن قدمنا حلقات سوا. أيه صباحية مزبوط. يعني بمناسبات كتيرة على شاشة المستقبل. صحيح. يعني اللي بوجه لها دايما تحياتي طبعاً للشاشة اللي حضنتنا لسنوات. بتشكري المستقبل للانطلاقة؟ أكيد، يعني ما في ما بفكر بهيدا الموضوع وعلى طول، يعني هي انطلاقة، هي خبرة، هي الألفة. نعم. هي بي آر عطت كتير الشاشة. بالدراما مين بتشكري الانطلاقة؟ مروان حداد؟ طبعا أكيد. نعم. طبعا، لأنه كان له الفضل علي أنه بس طلعت على الشاشة. هو كان أول شخص، وكان باي ذا واي اتعرفت عليه بعيد ميلادك إلك. صحيح صحيح. إيه، فكان يعني لقاله بيرجع هذا الشيء أنه أول ما طلعت على الشاشة كان بفرصة عيد مع نادين الراسي، ويعني فتت أنا إذا بدك دور زغطور، ومن بعد رجعت انا. بس كثير قليل الواحد ينجح من دور زغطور ومن اول دور بياخده وما كان بباله التمثيل. يعني انت هو ببالي التمثيل، ببالي بالقلب من زمان. اوكي. ممنوعين عن التمثيل لانه كان انه ما بتطعمي خبز وما بنتعلمها وما بندرسها وكل هول الاخبار. بس انه لا موجوده، يعني هيدا بتعرف. انا بامن كثير بشغله انه الواحد اللي بيكون في شيء كثير بحبه ومآمن فيه وعنده طاقه لإله، حتى لو ما مشي بأول الوقت بدربه وما راح بهيدا بالطريق اللي بتوصله إلا ما يوصل بمحل هو يجي لعنده. رولا، الأشخاص الصح هن الأشخاص اللي بيتواصلوا معهم بدون ما هن يتواصلوا مع حدا. وأنا بعرفك وأنا قريب منك وعم بحكيها عن قناعة، أنه أنت وسيئة سيارتك، أنت وقاعدة ببيتك، أنت وقاعدة مع بنتك، بيحكوك الناس وبيعرضوا عليك وبتبقى عم تفكري بطريقة يعني هيك بريئة هالقد. إذا بتاخدي العمل أو ما بتاخدي، هلأ صرت طبعا بتفكري بغير طريقة لأن صار عندك الخبرة. وأنا شهدت على كذا فرصة اجتك واشتغلتيها او ما اشتغلتيها او رفضتيها. يعني مثل يعني اذا نحكي عن موفي اللي عملتيه بالعراق باربيل، بروكن كيز. بروكن كيز يعني هو ما بعرف ما اخذ حقه بلبنان بعد، ولكن لانه بعد ما نزل بلبنان، ما نزل بس ان شاء الله مفروض رح ينزل بالصيف او ممكن شهرين او ثلاثه بيرجع بينزل. شو هو هالنقطة التحول بالنسبه لهالموفي بحياتك المهنيه؟ هلا هو فيلم عن جد له وزنه، وفيلم جدا تقيل، وكمان شارك باهم المهرجانات برا، وهلا على فكره عم ينعرض بفرنسا بكل السينماز، فيعني لو ما كان حلو ما كان حيكون بالسينما. وترشحنا بكان فيلم فيستيفال، ومن 2075 فيلم تنقى فيلمنا 65 فيلم من بيناتهم، من ضمنهم نحن. حلو لأنه رحنا على العراق، على الموصل، شفنا، عم نحكي داعش، عم نحكي حرب. نعم. فأثر فيه أكيد، لأنه عم تحكي كمان سكريبت وتنفيذ وإخراج وممثلين، كله كانت باكتش رائعة. فما في ما يعلم خبصة. إن شاء الله بس ينزل على لبنان لعالم بتعرف عن شو عم بحكي. خبصة أخذ ضجة كبيرة، يربو بعزكن كمان، يعني ديك يربو بعزكن ما أخذ حقه مزبوط، لأنه عن جد ظروف كتير صعبة، والسينما فتحت بس كمان بعدها خجولة إذا بدك، الناس ما عم بتروح كتير. وبعده هلا انا بدي اقول للعالم انه بعده الفيلم موجود. نعم. يربو بعزكن او سي سكشن، واللي هو فيلم اجتماعي كتير حلو. نعم. بحاكي كتير من الناس، واللي هو
بيضحك وبيبكي وعن جد للعائلة كلها، واللي عباله انه يتسلى وينبسط ما بيروح يعني ساعة ونص ساعتين من حياته هيك. ولا خبصة سافرتوا فيه على كندا؟ لا. سوري خدتوا جايزة صح بكندا فيلم فستيفال، لبنانيز فيلم فستيفال بكندا. نعم صحيح. نعم يعني. وبروكن كيس كمان، وبروكن كيس وسي سكشن كمان. يعني خطواتك انت عن جد بتختاريها على صعيد شخصي على صعيد فردي، ولا في حواليك ناس مستشاريون بيعرفوا، انت صرتي تعرفي وين بدك تدعسي وين لا؟ اكيد في محل انه انت الدور بدك تحسه بمحل. نعم. وانا ما عندي مشكل حتى يعني بالانطلاق، ما مش مشكل انه الواحد يسال. نعم. بالانطلاق وحتى مش بالانطلاق، انه حتى الواحد قد ما تقدم لقدام حلو الواحد يسال، بس انت بتصير بتجمع افكار وبس بترجع لحالك انت شو احساسك. هلا انا كتر خير الله انه على طول عم بوقع بين ايادي امينه، ومنهم اكيد شركه الصباح يلي اعمالي اكتريتها عم بتكون معهم هلا مؤخرا. فقط مع الصباح حاليا؟ ايه فقط مع الصباح، يعني كمان نحن اذا بدك في هيدي الكونترا المشترك الحلو مريح كمان. بس اول شيء بدي اوجه لهم تحيه، بدي اقول لهم الف مبروك. مبروك للصباح طبعا. على يعني استاذ صادق صباح امبارح كان عم يتكرم وسام الارز رتبه ضابط، فبيستاهل كل الخير، وبيستاهل لان هو عائلته وكل شركه الصباح، يعني عم نحكي كل الافراد اللي ورا الكاميرا وقدام الكاميرا. نعم. لانه عن جد يعني بيرفعوا الراس مع كل الظروف الصعبه اللي عم نقطع فيها، شفنا انه في امل، ومنشوف انه في ناس بعدها مآمنه بهالبلد ومآمنه بهذا المجال اللي هو عن جد عم بيطعمي خبز لكثير عيال. جدا مهم نتسلى ونضحك ونبكي، ويمكن من اهم المجالات، لانه بتتذكر نحن بالفتره اللي نحن وقعنا فيها او انه فتنا فيها بكورونا، شو كان عنا نعمل غير ناكل نحضر تلفزيون؟ صحيح. انه هيدا الشيء اللي اكثر شيء هلا بفش الخلق مؤخرا، فبلهم يعطيونا الف عافيه وان شاء الله بالنجاحات الدائمه. شو نقطه التحول بالاعمال يلي عملتيها انت برايك كان هيك محطه بتوقفي فيها بالدراما يلي مرقت بالمسلسلات العديده اللي اخذتيها، وخاصه ليتلي عم تاخدي دور اول دغري، بلشتي دور اول بالاحرى بمسلسلات كثيره، وبالفعل فاجأت المشاهد بحضورك وانتشارك السريع، يعني كان نجوميه اكسبرس. اكسبرس ما بعرف شو هي النقطه، بس انه بعرف انه كل تجربه وكل عمل كان عم بيضيف شيء حلو. نعم. يعني وكله بياخذ منه خبره. انت مين بتحبي، مين شو بتحبي المسلسل اللي بتحبيه هيك بتحسيه هيك قريب على قلبي؟ ما بعرف، كل واحد كان له شيء صراحه. نعم. عن جد. نعم. كل مسلسل له شيء، وكل فيلم له رهشته وله الخبره عن. نعم. جد ما بقدر اني. بس كان في كمان هيك والمسرح كمان النجوم اللي سبقوك عبروا عن اعجابهم بادائك بكثير من الادوار الصغيره اللي اديتيها معهم قبل، ما بعرف اذا بتحبي تخبري انت. لا انا بتشكر اكيد. لا والحمد لله كل الاشخاص اللي تعاملت معهم عن جد شابوبا، يعني لشغلهم ولنفسيتهم وهيك، بس بيك حلو اكيد، مش يعني مش بشع انه الزملاء يحكوا عن بعض وعن اعمال بعض. حلو. وانا عن جد بيجيني كثير تليفونات يعني من ناس بتعبر لي قديش فخوره يمكن بالشيء اللي عم قدمه بالفعل وعم بيحضروا، فعن جد بقول لهم ثانك يو انه محبه. انا بتعرفي انا بحب احكي، عم بحكي من محبتي، بحب فرجي كل شيء عنك، اكيد واضح ومبين، والعالم صارت تعرف قد ايه انت محبوبه وقد ايه. انا ما كنت شوفك ما بيلبق لك تبكي، صرت شوفك انه بيلبق لك تبكي. ايه انا كمان ما كنت بفكر انه ممكن ما كنت بفكر اصلا انه انا بعمل دراما. ايوه يعني انا بوقتها مع اليس معان صديقي وصديقك تحيه لي، بوجه له تحيه، وقتها كنا باصحاب ثلاثه انا وانت كنا كمان سوا، وانا كنت مدامتك بالمسلسل. بتتذكر انا اقول انه عندي مشاهد انا بدي فوت ابكي بالاوضه، وانا قال له الي انا ما ببكي ما بعرف ابكي، ما كنت انا سئيل معك بكيت انت اصلا، انه عن جد كنت مفكر انه بعمل بس كوميدي. بعدين الي هو من الاشخاص اللي بيطلع قصص منك، انه لا عندك بتقدري تعملي كوميدي وبتقدري تعملي دراما وهيك، ففي اشخاص بيقطعوا بحياتك عن جد
بيعطوك ثقه وبيعرفوا يحطوه بالمطرح اللذيذ. نعم. وايه هلا في رقصه مطر اللي شفنا مطر. مشاهد منه اول الانترفيو. كمان دور مركب. دور مركب ودور ايه اول مره يعني بعمل هيك شيء حلو. بس انا حبيبته كثير هذا الدور. نعم. رانيا محاميه. نعم. محاميه وهيك فيري تاف. شخصيتها كثير قويه وتكون هي عم بتدافع عن بسام القاضي اللي هو شيف دوركستر عم بيلعب دور ماكسيم. نعم. خليل بجره تحيه لقاله ولامي ولكل اللي نعم. مشتركين بهذا المسلسل. خلص التصوير. خلص التصوير ونحن هلا عم بينعرض. نعم. هو 13 حلقه على شاهد. نعم. نزل 9 حلقات بعد عنا 4 حلقات. بدنا نشوف مشاهد. يلا نشوف مشاهد. مر وقت طويل لكن ما التقينا. اللي اخترت انا اتوكل عنه. عندك اكثر حدا بيعرفني بيعرف انه انا مستحيل اقتل. رولا احساس عندك بتركبي الدور او بتلتجئي لحدا لتركبي الدور؟ يعني انا هون عم بسمع صوتك معرفتك مثلا. ايه اذا بتشوفني بالمحكمه اكيد حتقول لا مستحيل يعني لان عن جد غير حدا بالخالص. بس هي خلص بدها تركب بدنا نفهمه للكاركتر يعني. اكيد انا قعدت مع جو كمان مخرج بوجه له تحيه جو بوعيد اللي عمل شغل كثير حلو. تحيه لجو. انا ما كنت شايفه هيك الكاركتر على فكره يعني. انا رايحه لعنده وعم نحكي على اساس شايفته بمطرح. أوكي. طلع بمطرح ثاني ففهمته معه ولركبت رانيا براسي. بس انه ركبت دغري لقطه يعني. نعم. خلص لانه شفت تفاصيلها فهمت شو بده جو لوين بده يوصل. سو حتى شكلك يعني غير حكي يعني. لون شعرك لك جو راسه كثير ارتستيك. نعم. يعني اذا اصلا اذا بتحضر المسلسل بتلاحظ انه كل ممثل عنده كاركتير فظيع يعني. نعم. موجود في شخصية ما بتشبه الثانية وميزة. هون هيدا شعرك ولا حتى بيريك؟ لا أنا صبغت. ايه أنا بروح الغرة بتصبغ. وين راحت؟ الغرة هيدي بس الوحيدة فيك. اوكي. بنركبها وبنحطها على السات. بس أنا صبغت ايه يعني. كان جو قال لي بدي أعمل أنا بدي مش رولا بدي أوكي. اطلع من رولا. أوكي. بدي لون جديد وفتنا بهذا اللون. وميشيل طبعا ليون كمان كوافير. نعم. وصديقي بوجه له تحيه اللي هو كمان اذا انا نص خوته هو اخوات كامل. اخوات كامل. فكيف اذا كانت تركيبه الجوب وعيد ميشيل ليون ورولا. نعم. ايه رحنا فيها. انا ما عندي مشكل قص ما عندي مشكل لون ما عندي مشكل. ما عندك مشكل اصلا مشي بس تاخذ لا تخدم الدور. ايه دايما هل قد حبيت هلا ان شاء الله ما يقولوا لي نهار احلط لان حاحلط. لانه انه انت بالحياه اذا قالوا لك ممكن تعملي وحياتك. رحت مره لعند ميشيل قلت له بليز على بلاش اعمل لي فينا الروق. شفتك من شي شهر على السوشيال ميديا على الانستغرام عم تعملي لون كتير هيك برونز شيء لون الحديد. هيدا للدور. هيدا هو. لا هيدا الدور. هيدا تغيرت حياتك كيف ما بعرف كل يوم بتتغير. ايه بس انه بشو صار لا تغيرت حياتك. لا ما عم بحكي العائلة. حياتك اليوميه بعد يعني انت اختلفت حياتك يعني صرتي غير مطرح. الشيء اللي عم تعمليه خلي لك انتشار اكبر. صار عندك محبه اكبر. صار عندك نجوميه ما في حدا ينكرها يعني. بتصور كنت الاسرع بهالموضوع واسم الله عليكي واللي بتستحقيها عن جدارة بالفعل. مش لأنك صديقتي لأنه هذا اللي بسمعه everywhere وين ما كان والصحافة والقيمين على واللي بيفهموا بهالمجال أو لا. تغيرت حياتك اجتماعيا؟ لا أبدا. بعدك نفس رولا أنت زي لا أكيد. نعم. بالعكس قلت شوي بركة. هلا أوكي ظروف كورونا وكلنا صرنا. نعم. هيك بيتوتيين وأصلا بهذا المجال ما أنت بتعرف كمان زوزو يعني. نعم. واسم الله عليك أنه حتى يمكن قبلي أنت بالمجال. بس أنه اللي هي الفكرة أنه دومين صعب. نعم. وبس نخلص بروجيت تحس بدك تتنفس والكواليتي تايم مع عائلتك بتصير. نعم. بدك اياها. وبغض النظر انه كمان انه الكواليتي تايم وبغض النظر انه بدنا نشوف عائلتنا بس هي الحياه صارت انا بالنسبه لي سمبل اكثر احلى. نعم. اصلا كل عمري انا ما كثير بحب العجقه الخفقه تبع انه كل يوم عالم. بحب وبحب كثير الناس بس بحب البساطة أكثر ما أنه طبعا
ضا وعرفت شو قصدي؟ بعرف بتحب البساطة. رولا يعني برأيك بيضر الفنان والممثل النجم انه اذا الدور بيعلم ياخد دور تاني مش دور اول؟ لا، في دور تاني اوقات بيكون عن جد مهم اكتر من الدور الاول. نعم. مش لان مش عم بحكي كهيدا، عم بحكي كاوقات كاركتر ممكن يكون غريب ومركب مش مين ما كان في يعمله تعمليها يعني. ايه اكيد، ليش لا، في كسر الدنيا يعني. نعم. في كتير اصلا ناس ما كانوا هن ابطال بمسلسلات ونجموا اكتر من البطل بحد ذاته. نعم. ما بيعني انه البطل كمان ما حيكون منجم، فيهم يكون اثنيناتهم منجمين، بس بيضوي في مطرح انه اوف ليك شو عامل مع انه مش هو الاساس. عم تعطي وقتك لبنتك؟ اي اكيد. كيف بتقضوا وقت؟ يعني هي بنتي. بشوف القصص يعني هايلي اللي بتأثر كتير يعني على السوشيال ميديا. ايه. انتو اياها هالقد فايتي فيها وبتفاصيلها وبحياتها انه اقل شيء انه انا امها. ايه. واقل شيء يعني هي 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 كاركتر تشبهك؟ ايه تشبهني كتير. ايه. دلو دلو. لو انا هي 16 انا 18. والله. ايه لا بتشبهني وبتشبه كثير روني، بتشبه كمان بي، عندها كثير من كاركتر روني. نعم. بس انه ايه بتشبهني كثير. نعم. انه بس عاطف يعني عاطفيه كثير ومجنونه ومندفعه وقلبها قوي وما بتخاف. وين ما بتكبها يعني انه انا في يعني وين ما بتكبها شي فتس يعني انه ناس جديد هلا مثلا بتشوفك. نعم. بتصير بيست فريند انت وياه عقلي فجأة انه هاي زوزو بتمسك لك ايدك رح نروح نشتري شي نعمل شي انه عرفت شو. ايوه كثير كثير روى انه ايه بتسلى بس كون معها. نعم. لانه حدا بيسلي مش انه حدا انه نقاق مش نقاقة. نعم. بتسلي. برمضان رح نشوف شي لرولا؟ فاتي مثلا هون هيدا دور مش كبير. نعم. ضيفة شرف بمسلسل بطلوع الروح. نعم. مع كمان شركة الصباح. نعم. يلي عم تحكي نجوم كتير كبار لمصر، عم نحكي. نعم. ست إلهام شاهين، أحمد السعدني، منى شلبي مع الألقاب أكيد حفظ الألقاب، منى شلبي. نعم. فأخذ دور لذيذ منه كبير، مسحته مش كبيرة، بس بالنسبة لإلي أكيد بيعلم الدور. ايه أكيد دور, دور بيعلم. صورته وين؟ بلبنان؟ عم نصور بعدنا على فكره بعد ما ايه بلبنان. بلبنان التصوير رح ينعرض على شاشات العربي برمضان. طيب. على شاشات العربي برمضان. نعم. اسمه بطلوع الروح. في شيء عم بتحضر للتصوير لقدام بعد كذا؟ بعد هلا لا في حكي قصص بس انه بعد لاعطي اشياء تفاصيل الاعلام. ما هم الاعلام ما بعرف انه ما بعرف اذا ما بعرف ما. انت مع التخصص ولا مع انه فيك تروحي المطرحين اذا كان انا مع اذا مع اذا شيء بحس بيضيف لي او انه برنامج هيك شو اي برنامج بيضيف لك خلي تكون دعوه على الهواء يمكن عم يعني بيسمعك هلا يتشوق ما بعرف بس انه شيء جديد انه انا حس حالي انه عم بعمل شيء جديد. نعم. انه ما بدي ارجع بس لارجع يعني للاعلام. ايه ما بيعني انه انا بحب اتحدى كثير قصص يعني ايفن اذا عم تحكي بالتمثيل ما عم بلاقي حالي. نعم. يعني انا مثلا عرض علي قصص قبل رقصة مطر رفضت لانه حسيت ما بدي انه عن جد وما كنت عارفه جاي رقصة مطر وانه في هذا الكاركتير الغريب انه ناطره شيء. نعم. جديد. نعم. فبس رولا ما بينشبع منك، بدي كلمة أخيرة منك لأصدقائك بتلفزيون المستقبل يلي بعدك أنت وياهم أصدقاء. شو بحبكم؟ وقد ما يمكن الوقت بيكون يمكن الحياة عم تاخدنا والوقت عم ياخدنا وبعرف انه كل واحد عنده ظروفه وبعد كل واحد ملتهب بألف شغلة بس بعرف قديش الحب كتير كبير وبعرف ما عم نلتقي بس بعرف القلب بس نسمع بكارين لما نادين ناديا غيدا ريما زوزو كل الكل نادين الكل بس نقول يعني حتى بنكون سهرانين بشي محل او هيك بيطلعوا هول الاسماء دغري في بالقلب هيك دقة قلب غريبة وحلوة بحبكم كثير وموافقين بشو ما عم تعملوا وانتم عائلة بالنهاية اكثر من اصدقاء ونحن بنحبك قد الدنيا بتعرفي انت هذا الشيء وانبسطت كثير فيك اليوم ويا ريت بنقعد ساعات نحكي بعرف قد عندك مادة تحكي فيها وبعرف قد كلامك لبق وقريب للقلب. ثانك يو رولا. زوزو ميرسي كثير لك ومايا بوجه لك تحية كمان مايا قوام لي كمان من زملاء بالفيوتشر وتحية كمان لشاشة الجديد ويعطيكم ألف عافية. ثانك يو سو شكرا رولا.